صباح الخير. صباح الخير نادين. شفتي جت قبل المدرسه يعني عمرها ما عملتها. ثانك يو. عامله ايه؟ طيب. بس كنت بدأ لك شيء. اذا سمسم ميتي نادين. انا اسف يا شريفه. انا عايز اسمع. قولي يا حبيبتي. اول شهر اصعب شيء بتنسى انه ماجد، بعدين بفيق وبتذكر كل شيء من الاول كانه هلا ماجد. انا ما كنتش عايزه تيجي عشان ما تفتكرش هو على اساس انا ما بتذكر لحالي. هو خايف عليك يا حبيبتي بس مش عايزك تتوجعي. طب يلا عشان ما نتأخرش على المدرسة يلا. هوصلها وارجع لك. انت مش عندك محاضرات؟ لا تصرفت. يلا باي باي. باي. CBC, CRP, K9, urine drug screen, please. شكرا. أورد سبيل. أنا ما صدقت إنك رجعت. بلاش مواخب. أحسن حاجة تجيكي على سوق. عارفة وانت نايمة كده زي سليبينج بيوتي وهجيب لك أمير يديكي قبة الحياة. بس قومي بقى. طمني يا زوزو. ايه ده؟ انت بتعيطي؟ لا لا خالص، دي هتبقى زي الفل. انا حاسة انها هي كانت سامعاني. ايه ده؟ حتى كانت ساقعه وبعدين دفت. يا هتقوم هتشوفي. سوري بالاذن، بدي اكشف على الست ساميه. اوكي ده. اعملوا معرف اذا في استاذن منكم الحكيم بده يفحص حرارتها شوي عاليه. قولي لي بدنا نعمل شوية تحاليل كرمال تنشوف شو السبب. حرارتها كام؟ 39.5.